أهلا بكم. الرجاء الرياضي يواجه نظيره الحرس الوطني من النيجر اليوم السبت برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد الرياضي التركي يواجه راسين كلوب الإيفواري اليوم السبت كذلك ضمن الدور التمهيدي الأول لمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية. المنتخب المغربي للسيدات يحافظ على ترتيبه في المركز 59 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. مانشستر يونايتد يستهل مشواره في البريمير ليج هذا الموسم بالفوز على ضيفه فولهام في الجولة الافتتاحية. أتلتيكو مدريد الإسباني يقدم مهاجمه الأرجنتيني الجديد جوليان ألفاريز لوسائل الإعلام. الإسباني كارلوس ألكراز ينهي مشواره في بطولة سينيسناتي بخسارته أمام الفرنسي غايل مونفيس في الدور التالي. الدراج الإسباني فرانشيسكو بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثانية من جائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية فئة موتو جي بي.